نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فشمل برعايته الكريمة الاحتفال بتدشين سفينة مملكة البحرين خالد بن علي إذانا بدخولها الخدمة في سلاح البحرية الملكي البحريني، وذلك ضمن احتفالات قوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى 56 لتأسيسها. ولدى وصول سموه حفظه الله إلى قاعدة سلمان البحرية التابعة لسلاح البحرية الملكي البحريني، كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بحضور الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وقد رافق سموه سمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة. كما حضر الاحتفال عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين وعدد من المدعوين وكبار الضباط. السلام الملكي، سلام، قف. أستاذ سموكم بالانصراف سيد. حرس إلى اليمين دور. قوات الألم معتدل سر. معتدل سر. بعدها استهل برنامج الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى اللواء الركن بحري أحمد محمد آل بن علي قائد سلاح البحرية الملكي البحريني كلمة بهذه المناسبة.
ثم قدمت هدية تذكارية بهذه المناسبة الوطنية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من قبل قائد سلاح البحرية الملكي البحريني. بعد ذلك تفضل سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بتدشين سفينة مملكة البحرين خالد بن علي إذانا بدخولها الخدمة في سلاح البحرية الملكي البحريني. ثم قام سموه بجولة على متن السفينة، حيث اطلع سموه على مرافقها المتطورة من غرف عمليات وقيادة وتجهيزات، كما استمع إلى إيجاز عن مهام السفينة وقدراتها الدفاعية والنظم الحديثة التي تستخدم فيها. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن قوة دفاع البحرين مستمرة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه في مسارات التطوير والتحديث، منوها سموه بالدور المحوري لقوة دفاع البحرين وبالجهود الوطنية المخلصة التي يوالي بذلها منتسبوها في مختلف مواقع عملهم داخل المملكة البحرين وخارجها، إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، والتي هي محل تقدير من الجميع. وأعرب سموه عن تهانيه لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وإلى جميع منتسبي قوة دفاع البحرين في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها بمناسبة الذكرى 56 لتأسيس قوة دفاع البحرين، مؤكدا أن تدشين سفينة مملكة البحرين خالد بن علي يعتبر إضافة نوعية لقدرات سلاح البحرية الملكي البحريني ورفع جاهزيته القتالية للقيام بواجباته الوطنية، شاكرا سموه لطاقم السفينة جهودهم ونجاحهم في مهمتهم بكل كفاءة وفعالية واقتدار. كما أشاد سموه بجهود وكفاءة منتسبي سلاح البحرية الملكي البحريني ومشاركتهم الفاعلة في العديد من المهام الإنسانية والدفاعية لحماية وتأمين الملاحة البحرية الدولية وتعزيز التدفق الحر للتجارة الدولية بالشراكة مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.